مات عليهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. لعل أكبر أمنية يتمناها المسلم منذ الولادة حتى الوفاة أن يبشر بزيارة بيت الله الحرام. تقوم وزارة الداخلية بإجراء قرعة الحج هذا العام بشفافية تامة ووصفة الحاسب اللي هنعرفه دلوقتي، وطبعا النتائج إذا كانت تذكر الحاسب، لكن دائما المحبين يقولوا إن ندى نتيجة الحج ده استطفاء من ربنا سبحانه وتعالى، فيعني نعمل القرعة إنما مفيش حج بدون إرادة مشيئة من الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطار إلا بإذنه. فإن شاء الله هنعمل النتائج اللي كتب ليهم تحقيق هذه الأمنية العظيمة اللي نتمناها كلنا، يبقى ألف مبروك. إيه مش هيجي اسمه برضه، فإن شاء الله ربنا يعني يكون له أكبر حجة، لأن الأعمال بالنيات. هنعمل دلوقتي إن شاء الله النتيجة بعد إقرارها على الحسب الآلي مباشرة مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية. نطلب من الإخوة اللي هيفضل لهم حج يعني الدعاء دائما، ادعوا لنا ادعوا لمصر ان يجعل الله دائما سخاء ورخاء وساحه للامن والامان. ادعوا لرئيس مصر ان يوفقه الله لما فيه الرشاد والسداد. ادعوا دائما لنا جميعا في كل مواطن وكل مناسك الحج، ادعوا لنا في الخدوم وفي الافاضه وفي الوداع، ودعوا لنا في المدينة المنورة في أراضي الشريفة، وبلغوا سلامنا لسيدنا العظيم صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنجري الوضع الآن، ولا يفوتني أن أرحب بأخي الدكتور هشام أبو زيد الذي شرفنا الآن حضور مراسم إجراء القرعة، وأرحب بإخواتي وزملائي مندوبي كافة الجهات، وندعو الله أن يكتب أمامنا جميعا حج بيت الله الحرام. وشكرا لكم والسلام عليكم.